طبعا ندخل على حاجة مهمة وهي حتة الفاليديشن. لما اجي اعمل سبميت للفورم اعمل فاليديشن على الانبوتس الموجودة بالفورم. الكلام ده ينطبق على الفورم انبوتس الكومبوننت دي. يعني انا لما اجي اعمل فاليديشن هنا او لما اجي اعمل سبميت هنا اعمل فاليديشن على اي كومبوننت واخد الفورم انبوت دي. ممكن بعد كده برضو اقول لكم الموضوع بقى اكستندد ازاي، بس احنا هنحتاج نسيت اب كومبوننت اسمها at flk slash events اهي دي يعملها سيت اب ضيفها عندك. بعد كده هاجي هنا اضيفها import events from time. تعال نعرف ايه فايدة ال بس الأول خلينا نغير ديت، خليها reactor component reactor com يا جدع reactor component شيل دي. تعالى نشوف السايكل هتبقى ماشية ازاي. انا دلوقتي هاجي اعمل سبميت للفورم، تمام؟ هنا هاجي اقول له events dot trigger ان انا عايز اعمل فورم فاليديشن. جميل جدا. فدلوقتي هيحصل تريجر هنا الفورم فاليديشن، فاللي انا هعمله ان كل فورم انبوتس المرتبطة او الاكتف حاليا خليها تلسن على الفورم على الايفنت ده. فهنيجي هنا استدعي الباكج دي خلي دي كده تمام. هاجي اعرف هنا الكونستراكتور props سوبر props. طيب اول حاجه انا دايما هعمل كي اسمه is valid for true by default تمام. وهاجي هنا اقول له this is valid for برضه بترو، make sure ان هو ايه تعمله reset. طيب اللي يحصل دلوقتي لما اجي اعمل فورم فاليديشن لما تريجر الايفنت دوت انا عايز اعمل ليسن عليه، اقول له events dot on دي ميثود او ممكن نسميه سبسكرايب. الناس اللي بتشتغل سبسكرايب او بتشتغل بون انا بحب اشتغل بون زي ما انت عايز فورم فاليديشن. طيب الكلام ده هيشتغل ازاي؟ انا عندي اللوجن فيها الفورم والفورم جواه الفورم انبوت. فدلوقتي لما الفورم ده هيتريجر هيحصل سبميت، فهيتريجر الايفنت اللي اسمه فاليديشن انبوت، ودي كلها الانبوتس موجوده داخل الفورم بتاعتي. فدلوقتي لما اجي اعمل تريجر هنا الانبوتس اللي جواها هتعمل ليسن لي. فانا دلوقتي عايز اقول له فورم فاليديشن ده هياخد كسكند ارجمنت الفورم، فانا عايز ابعت له هناك ببعت القيمه اللي انا عايزها. انا هنا ابعت له الايه الفورم، هبعت له طبعا زيس في الحاله دي اللي هو الكومبوننت بتاعي. فدلوقتي عايز اعمل ايه؟ اعمل فاليديشن على الانبوت. طيب الفاليديشن الميثود اسمها فاليديت. اول حاجه انا محتاج اصلا الانبوت بتاعي. طيب عشان اجيب الانبوت هنجيب عن طريق حاجه اسمها ريف، وانا هيجي نكتبها دلوقتي. تعالى نكتبها كده حاجه في رياكت. هاجي تعالى نعرف اول حاجه انبوت ريفرنس ده اكيد انا عايز اسميه رياكت دوت كرييت ريف تمام. ده يعني ريفرنس عشان اقدر اجيب الدوم بتاع الانبوت دوت عشان اقدر اعمل عليه فاليديشن اكني عامل له ايه اون انبوت بالظبط. فدلوقتي اللي انا هعمله ايه؟ هستدعي ميثود الريدي سوري ات انهيرت دوك ريدي. بعد كده اقول له this input اسم ميثود يعني اسم كده اسميه بيساوي this dot input reference dot current. الناس عايز تعرف اكتر تقرا عن الكريت ريف. الفكرة كلها ان انا عايز اجيب الدوم element بتاع الانبوت ده. تعال نعمل كده لوج للانبوت شوف ايه اللي هيطلع لي. طلع لي الانبوت بتاعتي كده شغال، يبقى انا كان ايه الدنيا شغالة زي الفل تمام. طيب خد بالكم ممكن قدام ده نطوره بعد كده. فالبوينت كلها احنا هنخلي كل الشغل بتاعنا او كل البلاوي بتاعتنا هنا من غير ما احتاج اعدل في اللوجن حاجة، فدي زي ما هي مالهاش اي علاقة باللي بيحصل جوه. فدلوقتي انا عندي الايه الفاليديت بياخد ايفنت ومفروض جوه التارجت. فانا دلوقتي هنا اقول هنادي على ميثود الفاليديت دي تعالي فاليديت هبعت له اوبجكت انا هعمل له اكني بعت له ايفنت هو عايز تارجت خلاص هبعت له التارجت بيساوي الانبوت. طيب عشان الناس برضو ما تتوهش اللي بيحصل الكونستراكتور بيشتغل لو في عندي الميثود بتاعت الانس زي ما احنا قلنا من السعودية ما عنديش خلاص كده اللي بيحصل ريندر. بعد ما يحصل ريندر الميثود بتاعت الريدي بتشتغل. في الكونستراكتور انا عرفت قلت له يبقى في عندي انبوت ريفرنس بيساوي react dot create reference تمام. في الريندر بعرف كي اسمه ريف بيساوي
الريفرنس بتاعي دوت. اللي بيحصل ايه لما الانبوت ده يتعمل له ريندر في الدوم، اوتوماتيكلي بيتعمل ابديت للاوبجكت بتاع الانبوت ريفرنس دوت، بيتحط فيه القيمه بتاعت الكرنت انبوت او الكرنت اليمنت بتاعي. بعد كده قلت له ايفنت اون فورم فاليديشن، بستقبل الفاليدي بتاعت الفورم نفسها، دي بتاخد سكند ارجيومنت فورم. فانا دلوقتي هتشيك لو الستيت عندي فاليديشن ايرور، لو في عندي ايرور هاجي اقول له فورم دوت از فاليد فورم فولس. طب تعالى نعمل ريفريش، نعمل لوجن. اول حاجه شفنا ايه، انه عمل فاليديشن، بس في نفس الوقت هو بعت ريكوست خلاص سند سم اي باي، فانا محتاج امنع الحته ديت. فانا ممكن هنا اجي اقول له ايه، لو ان الفورم ده مش لو بيساوي فولس هقول له اعمل ريتيرن ما تكملش. فبالتالي انا عملت فاليديشن، هنا ممكن اقول له ايه validate all input. بعد كده هنا بقول له check if the form is valid, if not then do not submit. ففي الحالة ديت الميثود بتاعت اللوجن دي مش هتشتغل الا لما يكون الفورم نفسه كل الداتا فيه شغالة بشكل مظبوط. طيب احنا نجرب، اجي اعمل لوجن مش شغال، نبص على الكونسول مفيش عندي حاجة، هندخل اي داتا كوم 1 2 3 تمام، نعمل لوجن. بص قال لي سند تو سام اي باي، يبقى انا كده عندي عملت الفورم فاليديشن، الدنيا عندي بقت شغاله بشكل كويس. ومفيش عندي اي مشاكل. انا برضو ممكن ازود اي دوت ستوب بروباجيشن، برضو نزودها خلي دي تحت دي، تاكد برضو الدنيا شغاله تمام ماشي مفيش اي ايرور. يبقى دلوقتي عندي كده الايه الدنيا كده عندي زي الفل. دلوقتي احنا ممكن برضو لو عايزين نزود في البوتون ده، يعني اتس اب تو، ممكن لو حد عايز يعملها يضيف فورم بوتون مثلا، بحيث ان انا دلوقتي لو في عندي ايرورز في الفيلدز يطلع لي يعمل ديسيبل للبوتون ده. فدي اتس يعني تو بي اب تو، براحتكم يعني، مش انا مش هشرحها على الاقل دلوقتي. بس المهم ان احنا كده خلاص ظبطنا الفورم وظبطنا الانبوتس بتاعتنا، والدنيا عندنا دلوقتي بقت كده في الفورم الى حد ما مستقره. لسه قدامنا نزود الفاليديشن رولز، وبرضه هنشوف لو الناس اللي بتشارك معانا لو حد هيزود حاجه نبتدي نعمل لها ابديت، بحيث ان الكود بتاعنا او الابلكيشن بتاعنا يبقى ماشي بشكل منظم وشكل سهل ان اي حد يقدر يستخدمه بعد كده.